السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بكم مشاهدينا الكرام. عندنا فيديو جديد وعندنا النهارده ماينكرافت. اول مرة يا جدعان، يعني مش اول مرة، انا كنت بلعب لعبة شبيهة لماينكرافت في اول القناة خالص. لو رجعت هتلاقي الفيديوهات بس ما ترجعش لانها فضايح. طيب يعني دلوقتي احنا بنلعب ماينكرافت، بس للأسف أنا مش هلعب أونلاين لأني أنا لسه في حاجات كتيرة جدا مش فاهمها. يعني أنا أعتبر مبتدئ في ماينكرافت، فأنا قلت يعني هنلعب حاجة كده بسيطة على طول ونخش المابة بتاعتنا ونقعد نبني حاجات عادي. يعني انتوا برضو تقولي لي مثلا نبني ايه وكده، وانا ان شاء الله ليها برضو أهداف كبيرة قوي عايز أبنيها حاجات كتيرة. فيلا بينا. طب يا جماعة، أول حاجة هنبنيها طبعا بيت. نبتدي نبني البيت. ايه، احاول ان انا ابنيه من الوان مميزة برضو كده، او اعمله بيت كبيت مزارع، لان انا اول حاجة هعملها مزرعة. فنعمله بيت بسيط كده من خشب. طبعا يا جماعة اختار الخشب ده تمام، ونبتدي ان احنا نبني بيه، واختار برضو الطوب الاحمر. طبعا يا جماعه دي الحاجتين اللي انا هبني بيها، فعلى طول نبدا في البنا بتاعنا.
احنا كده ممكن يعني نكون خلصنا ايه جزء كبير قوي من البيت. بس هو انا يعني الصراحة التصميم اللي انا عايز اعمله ده هياخد وقت كبير قوي، فمش لازم نعمله في الفيديو ده، نبني على طول على طول في المزارع. مش عارف كده كفاية ولا حط تاني؟ كده كفاية، كده كفاية صح؟ ثم ليه بيسيبوا مكان في ايه ده؟ بارا نونا الداس دي، هو سمعنا كله طلع كبير مع البقرة دي، المفروض انها تكبر صح؟ الله اعلم بقى. دينا عملنا الحظيرة وخلاص، نعمل الحظيرة التانية وهي هتكون للخرفان. طبعا يا جماعة نبدأ نحط على طول في الخرفان. اشمعنى هنا مفيش خرفان صغير؟ اشمعنى ده ظلم ده؟ بصلي كده ليه الخرفان دي؟ كده كفاية، عايزين خروف صغير. ليه مفيش خرفان صغيرة يا جدعان؟ هي الأحجام مختلفة ولا نفس؟ هي في ألوان مختلفة بس الأحجام هي. هو ليه البقر كله متجمع هنا؟ هما خايفين وعايزين يخرج. بس نو 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 مفيش خروج. نوقف لهم كلب حراسة كده على جنب، هنعمل بيت لكلب. ثانية كده هنعمله من الطوب برضو الأحمر. طبعا يا جماعة ده اللي هيكون بيت الكلب يعني، بس انا هكبره اكتر من كده شوية عشان انا اللي اعرف اخش هنا، لان لما احط الكلب ما يطمن عليا ولا حاجة مش عارف ادخل، لازم نحطه اكبر كده شوية كمان كده. تمام كده البيت ده ايه حجمه كويس. هنحط برضه للكلب جوه نور يعني مش هنحرمه من حاجة. تمام بس أول حاجة هنجيب النور اللي هو اللي هو بيتعلق ده، كشاف كده بيتعلق. طب يا جماعة هنعلق له على طول النور ده هنا وهنا، وبعدين هنجيب بقى نعمل باب. طب هنعمل له باب محترم شوية، هنعمل له باب زي البيت. هو ده باب محترم جدا، محترم اكتر من باب البيت اللي انا هعمله لنفسي، فالمفروض يتبسط بقى. طب يا جماعة يعني مش لاقي كلب، فاحنا هنعامل الولف على انه كلب. دي بقرة دي ولا ايه بالظبط؟ بقرة؟ لا ده ماشي، هنحطه كده ونشوف ايه الاخبار. ولا اصبر يلا، هو ايه ده؟ اياك تكون تعمل اللي في بالي. طيب احنا هنحطه هنا وعلى طول نقفل عليه بس كده، احسن الكلب ده لو يعمل. هو تقريبا عايز يعض ولا هنحطه تاني؟ كفاية بس هو كده اللي محطوطين دول. ده مش كلب ده يا جدعان، في وحوش وانا مش عارف في ايه الحاجات الغريبة اللي بتحصل دي. بس يعني كده يكون الفيديو بتاعنا خلص كده لحد دلوقتي، مش هطول الفيديو اكتر من كده، لان برضو لو عندكم نصايح ولا حاجة تمام، او عايزين نبني حاجة تاني تنسوا تكتبولي في الكومنتات. انا طبعا انا اكتر حاجة بعتمد عليها الكومنتات.
اكيد انتوا. بصوا يا جدعان، ليه كده ليه كده ليه كده؟ يا ريت حد يقول لي برده ليه كله متجمع في حته واحده كده. هل هما خايفين مثلا ولا ايه بالظبط؟ مش عارف والله. يا ريت يا ريت يا جدعان حد يقول لي هما ليه كلهم متجمعين هنا. ايوه كده احنا نورنا لهم، ممكن مثلا النور مضايقهم ولا حاجه، بس يا ريت حد يكتب ليه هما متجمعين كده. يعني اتمنى يكون الفيديو عاجبك. عارف ان الفيديو يعني مش قد كده، لان برضو زي ما قلت لك لسه بادئ ماينكرافت ولسه هنكمل بناء البيت بتاعنا. انا حطيت النور اللي فوق ده مؤقت بس، عشان لو يعني اشتغلت بالليل تاني يعني يبقى منور وخلاص. وعملنا بيت للكلب، وعملنا حظيرة بقر وحظيرة خرفان. اتمنى يعني يكون فيديو عجبك، عشان لايك، عايزين نوصل فيديو 10 لايكات عشان نكمل في السلسلة، واشترك في القناة لو انت مشترك، وفعل زر الجرس عشان يجيلك كل جديد. وسلام.